كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى برقية تهنئة من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وقد أعرب فخامة الرئيس الأمريكي في برقيته عن أطيب تهنيه وتمنياته لجلالة الملك المفدى بدوام الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التطور والنمو.